بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي أرحب بكم في قناتكم So Much Better في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر. اليوم سوف أقدم لكم la lettre D الحرف الدال. قبل ذلك لا بأس أن نقوم بمراجعة للدرس السابق الذي يمكنكم أن تجدوه في بلاي ليست بالضغط في بلاي على بلاي ليست يمكنكم متابعة جميع دروس سلسلة التعلم الفرنسية من الصفر من البداية. إذن الدرس الماضي يتعلق ب ال ات S R N قاعدة تقول أنه إذا كان E يوجد أمامه حرفين متشابهين وبعدهما E فإنه ينطق E N PEN RER RES NES net tel rel ten pel. جميع أغلبية هذه الحروف تكون في آخر الكلمة. الآن ننتقل إلى درسنا اليوم هو حرف الدال. إذا كان حرف الدال لوحده فإنه ينطق د بإضافة أ ينطق ض. د بلس أو ضو. د بلس أو دي. د بلس إي دي. د بلس A, D, D plus 1, D. Je répète la lecture. D, oui, donc là, A. D, Da, Do, Du, Di, D, d'un. إذن طريقة نطق حرف الدال فهي تشبه نوعا ما طريقة نطق حرف التاء ت د ت ب. فهو من الحروف التي تنطق في مقدمة الفم عند انتهاء الأسنان د. فإننا نلصق اللسان مع مقدمة الأسنان د ت وما حرفان يتقابلان. تنتقل إلى بعض الكلمات التي تتضمن حرف الدال. في البداية نبدأ بكلمات تتضمن ضاء. ضام دام. لا دام هي السيدة. عندما نريد أن ننادي عليها نقول ما دام. ما دام سيدتي. ما دام. دات. دات. بالنسبة لي أ فإنه لا ينطق في آخر الكلمة. دات. بالنسبة لا دات لديها معنيين. المعنى الأول لا دات هي تمر تمرة تمرة النخيل تمرة. ثم المعنى الثاني لا دات هي التاريخ. ثم بعد ذلك لدينا ضو 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 لو دو
هو الظهر. دومينو، دو مي نو. بالنسبة للدومينو هي لعبات الدومينو. دوكتور، دوكتور هو الطبيب، ويقال له كذلك ان ميديسان. اندورمي، اندورمي نائم. ادوري، يعني ان نحب كثيرا شيئا ما. ادوري. دي ما لا دي. فأنا عندما أقرأ الكلمات أحاول أن أبين لكم للسلاب المقاطع لكي تتعودوا على النطق السليم. ما لا دي وهي المرض. أ دي سيون حرف تاء ينطق بسين. أديسيون إذا كان أمامه يون. أديسيون إن شاء الله سنصل إلى هذا الدرس في قادم الأيام إن شاء الله. أديسيون وهي عملية الجمع، العملية الرياضية، رياضياتية، رياضيات. دي في سيل، دي في سيل لو كونتخير دو فاسيل، يعني هو ضد ديال فاسيل ويعني صعب. ديفيسيل صعب. ديكتي، ديكتي الإملاء. دي ني، دي ني هو العشاء، وجبة العشاء. لدينا هنا اي فوقه ان اكسون سيرفوفليكس، لأنه في الأصل كانت تقال ديسني، ديسني تم إزالة السين وضع له ان اكسون سيركونفليكس على هذا الشكل. إذن لدينا هنا مجموعة من الكلمات الأخرى. لدينا مي دي، مي دي، مي دي هو الزوال أي 12 منتصف النهار. دومي، دو مي والنصف. دومي. دي جا، دي جا بالنسبة لأ إذا كان فوقها ان اكسون هذه الشرطة فإن دائما يبقى أ لا يتغير. دي جا معناها أنا نقول جي ديجا مونجي لو روبا، سبق يعني سبق، ديجا يعني سبق ان اكلت مثلا، سبق جي ديجا مونجي. مود، مود. دام، لا مود هي الاناقه، لا مود هي الموضه، خلي ذلك الموضة. لا دام هي السيدة، لا دام، دام. دوا، لو دوا والأصبع، لو دوا. تيميد، تيميد، تيميد. يقول الإنسان أنه تيميد يعني أنه محتشم. موديل، موديل نموذج. رميد، رميد هو الدواء. اكسي، اكسيدان، اكسيدان هي الحادثة، سواء حادثة السير أو حادثة الشغل. المهم مهم أنها تنطق أكسيدان.
accident de circulation, accident de travail. Rapide. Rapide. Seria. Jardin. Jardin. Hadika. Non. Kalima. Vain faha bidal. Idan. Ma. La. De. Malade. Maride. إذا ننتقل هنا إلى بعض الجمل التي تتضمن ظاهرة اليوم وحرف الدال. إلي إذا لدينا هنا إ إس تي تنطق كاملة إي إل إي وعند المد نقول إلي مي دي منتصف النهار لا دام سيدة بخون تتناول son déjeuner غداءها son déjeuner la demoiselle الأنسة est timide timide محتشمة le dindon هو الديك الرومي se cache, yachtabi'u, dans, fi, le jardin, ridqara al-jumal, il est midi, la dame prend son déjeuner, la demoiselle est timide. Le dindon se cache dans le jardin. إلى هنا إخواني أخواتي انتهى الدرس اليوم. أطلب لكم موعد في درس مقبل إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة و الضغط على بلاي ليست لمشاهدة جميع الدروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر من البداية. كيف تعمل فدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته